قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 400 طفل منذ بداية العام الجاري. من جهتها قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إنها توثق سنويا أكثر من 150 ملفا لأطفال تعرضوا للتعذيب في السجون الإسرائيلية. دخل نضال السجن طفلا وخرج منه شابا، مثله مئات الأطفال الفلسطينيين، مع فارق مؤلم أكثر أن الاحتلال قبل أن يحرمه طفولته قتل والده وهو رضيع. أنا أول شيء انحبست عمري 15 سنة، واستشهد أبوي بقى عمر شهرين. عشت الحياة، جربت الحياة بدون أب، وجربت حياة السجون. بعمري ما أنسى هذا الشيء. أحمد والد طفل معتقل ظن أن الاحتلال سيفرج عن طفله زيد بعد قرابة سنة من الاعتقال. جهز له يافطات الاستقبال قبل أن يطويها من جديد، لأن الاحتلال مدد اعتقال زيد نصف سنة أخرى. هذا الطفل بريء عمره 15 سنة، هذا يشكل خطر على دولة إسرائيل. إذا هذا الطفل يشكل خطر على دولة إسرائيل فهذه نهاية العالم. طلع عيونه عصرية. هذا آخر عنقود عندي. اعتقل الاحتلال 400 طفل فلسطيني منذ بداية العام. توثق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى القاصرين، وتنوه إلى أن هناك خطرا أكبر من الأرقام، التعذيب. سنويا الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتقوم بأخذ حوالي 150 إفادة مشروع بالقسم من الأطفال الفلسطينيين، كلياتهم بدون استثناء بيشيروا لتعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة. منذ 6 أشهر طالب مسؤولو مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين بإطلاق سراح جميع الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية فورا. نداءات متكررة لا تسمعها إسرائيل. ليس بالاعتقال فقط تنتهك حقوق الأطفال في فلسطين، بيوت تهدم ويشرد الاحتلال أطفالها، آباء يقتلون ويترك أطفالهم لمرارة اليتم. في ظل حاضر كهذا، من يضمن المرور إلى مستقبل أفضل للطفولة في بلد محتل؟ عميد شهادة، العربي، جنين، فلسطين. وينضم إلينا من رام الله حسن عبد ربه، المستشار الإعلامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أهلا بك أستاذ حسن معنا. يعني يصعب تخيل وضع الأسرى الأطفال في السجون حقيقة. الأسرى الفلسطينيين البالغين يعانون الكثير من الانتهاكات، فما البال بالأطفال وأوضاعهم النفسية؟ من خلال طبعا عملكم التوثيقي وزيارتكم المتواصلة للسجون، لو تضيء لنا أكثر على أوضاع الأطفال الأسرى خاصة خلال هذا العام. مساء الخير لكم، والحرية والكرامة والسلامة لأسرانا وأطفالنا الذين يعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي داخل سجونه، حيث يوجد نحو 170 طفلا قاصرا دون سن 18 يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على سجون عوفر وسجن الدامون، بالإضافة إلى سجن مجدو. وهناك بعض هؤلاء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 14 من العمر يحتجزون في مراكز للإيواء، عدا عن عشرات الأسرى الأطفال الذين المقدسيين الذين يخضعون إلى الحبس المنزلي. منذ عام 2000 تقريبا تم توقيف واحتجاز أكثر من 15500 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم ومستمر. هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى تنكيل، يتعرضون إلى التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي والضغط العصبي بشكل دائم خلال عملية الاعتقال التي تتم في ساعات متأخرة من الليل، عدا عن حرمانهم من النوم خلال التحقيق، وحرمانهم من قضاء الحاجة، وحرمانهم من الطعام، بالإضافة إلى فرض العقوبات المركبة بحق هؤلاء الأطفال بالسجن الفعلي والسجن مع وقف التنفيذ، وفرض الغرامات المالية، حيث أنه لا يكاد طفل فلسطيني يعتقل إلا ويحكم عليه
بالغرامات المالية كجزء من الضغط الاقتصادي والعقوبة الجماعية على الطفل وعلى عائلته وأسرته وأهله. والاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى سياسة الاعتقال المباشر كملاذ أول وليس كملاذ أخير وفق القوانين والأعراف الدولية، وهذا يتم بالتأكيد بشكل عنصري عدا عما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون داخل السجون من تعذيب في أقبية التحقيق، من تنكيل بهم، من الإهمال، من سوء المعاملة، من الحرمان من الزيارة، وعدم وجود المرشدين الاجتماعيين، وأيضا عدم تمكينهم من التعلم في داخل السجون، إضافة طب إلى أستاذ حسن الأحكام. نعم لو سمحت لي، بما أنك ذكرت موضوع التعليم في السجون وكل هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى لا سيما الأطفال منهم، ماذا عن الفلسطينيين الذين اعتقلوا أطفالا وخرجوا يعني شبانا بالغين؟ كيف يمكن مساعدة هؤلاء في يعني الاندماج من جديد في حياتهم، في محيطهم، في المجتمع؟ بالتأكيد من ضمن الانتهاكات أيضا إذا سمحت لي قضية الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات الطبية لهؤلاء الأطفال والبالغين أيضا داخل السجون. الأطفال عندما يتحررون من الأسر بعد انقضاء فترات سجنهم المختلفة سواء كانت بالأشهر أو بالسنوات، يتم إعادة هؤلاء إلى مدارسهم إذا ما كانوا يرغبون في ذلك، أو يتم تأهيلهم من ناحية مهنية كتدريب مهني وتأهيل مهني من قبل برامج خاصة ومتخصصة تشرف عليها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كشكل من أشكال دمج هؤلاء الأطفال والبالغين أيضا في المجتمع الفلسطيني وتمكينهم من الاعتماد على الذات من خلال دورات تأهيلية وبرامج تدريبية متعددة، سواء كان ذلك لمن يريد أن يرغب بتكميل تحصيله الأكاديمي من خلال الجامعات أو بالتدريب المهني المتخصص وفق رغبات هؤلاء المحررين. نعم أستاذ حسن، ذكرت أيضا موضوع مهم للغاية وهو الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين بشكل عام، لكننا اليوم نتحدث عن الأسرى الأطفال. هذه السنة استثنائية في العالم كله بسبب طبعا جائحة كورونا، وليست السجون الاستثناء في هذه الجائحة، ثمة الكثير من الحالات. كيف اختلف وضع الأسرى الأطفال هذا العام؟ نعم الأسرى الأطفال هم يتعرضون إلى ظروف مشابهة بشكل كبير من حيث سوء المعاملة وقسوتها على أيدي السجانين الإسرائيليين وضباط المخابرات الإسرائيلية. يوجد حاليا أكثر من 100 أسير فلسطيني مصابون بفيروس الكورونا في معتقل جلبوع وبعض السجون الأخرى. معتقل عوفر كان عرضة للإصابة في بداية الجائحة منذ آذار الماضي للإصابة العشرات منهم بفيروس كورونا، وحيث يقبع هناك أيضا قسم للأشبال للأطفال القاصرين الذين تعرضوا إلى التنكيل وإلى الاقتحام لغرفهم وأقسامهم والاعتداء عليهم وقمعهم ورشهم بالغاز. أيضا الأسرى في سجن الدامون تعرضوا هناك إلى سوء المعاملة وأيضا عدم توفير ما يلزم لهم من طعام ومن علاج وعدم توفير مياه للاستحمام ووضعهم في غرف كلها رطبة وعدم وجود التهوية ووسائل التدفئة في هذا الطقس البارد الآن. بالتالي هؤلاء يتعرضون إلى هذا التنكيل، إضافة إلى عدم إقدام إدارة مصلحة السجون على اتخاذ الإجراءات وتوفير السبل اللازمة لحماية صحة وسلامة هؤلاء نعم. الأطفال. نعم أستاذ حسن أعتذر على المقاطعة. أستاذ حسن عبد ربه إذن المستشار الإعلامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم. للمزيد حول اليوم العالمي للطفل تابعونا في شبابيك عند الرابعة بتوقيت غرينتش، والآن عودة لسهام وما تبقى من أخبار الطفولة. شكرا لك. شكرا.